الشعب بخلي الصوت يرجع لورا. نجوم الغنى يفقدون أصواتهم لهذه الأسباب. اختفى، بصير ضئيل، بيختفي الصوت. ما تفاجأت، هاي الكرسي. الموقف الصعب ده اتعرض له ذا ويكند من حوالي الأسبوع أثناء حفلته الموسيقية الأخيرة في استاد صوفي في كاليفورنيا، اللي اضطر أن يوقف الحفل بشكل مفاجئ بعد ما فقد صوته أثناء أداء أغنيته الثالثة Can't Feel My Face، وبلغ الجمهور أنهم يستعيدوا أموالهم ووعدهم بترتيب موعد لاحق للحفل. وإيتي بالعربي قابل مدربة الفوكاليز ماري محفوظ عشان نعرف منها ليه ممكن المغني يفقد صوته فجأة. أول شيء تعبان كتير ما بينام، هيدي أول شغلة، بيكون مش إنه ليلي ما نام، بيكون ليالي مش نايم، بيختفي الصوت، ما إنه جزء من الإنسان بيتعب. وأكيد كتار فاكرين تامر حسني وانحباس صوته أثناء إحدى حفلاته في الساحل الشمالي نتيجة التهاب حاد في الأحبال الصوتية نتيجة التعب، وانطلب منه التوقف عن الكلام نهائياً لمدة 3 أسابيع، واللي يعتبر وقت قصير حسب كلام مير. تيتعافى لازم يسكت الإنسان 3 أشهر، وبعدين مش يرجع عزيت الأغلاط، لازم يرجع ياخد يتعلم الفوكاليز مظبوط. والالتهاب الحاد كمان أدى لخسارة لطيفة لصوتها لمدة 2 أسابيع، ورجعت استعادته بشكل تدريجي بعد تلقيها العلاج. ومش بس كده، فهي تلقت تدريبات فوكاليز مكثفة، وكانت كمان الراحلة ريم بنا حكت عن رحلة معاناتها مع مرض السرطان، وكشفت عن إصابتها بشلل في الوتر الأيسر، وده اللي أفقدها صوتها. مشكلة بالصوت، اختفى، بلش صير ضئيل. فرحت عملت فحص، وقال للدكتور اللي فحصني أول واحد، قال لي إنه الشلل الوتر اليساري مشلول، انهارت تماما. وبعيدا عن الأسباب الجسدية، قد تكون الأسباب وراثية، زي ما حصل مع مريم فارس اللي فجأة بقى صوتها فيه بحة تزامنا مع مرضها. وزارت مريم ساعتها أهم أطباء العالم ومنهم طبيب سيلين ديون، واكتشفت في الآخر إنه عامل وراثي، وهي النهاردة متأقلمة مع البحة دي. ما تفاجأت، لأنه أنا أمي بعد 30 صوتها مثل صوتي. والعامل النفسي كمان ممكن يكون أحد أهم الأسباب اللي قد تفقد الفنان صوته، زي ما حصل مع الراحلة صباح. ما بعود له نفس واحد يغني، بصور ما بعود يشتغل مثل الأول، بيهمل حاله، بصور الصوت بيرجع لورا. ولما بكون الغنية مجهزة ليكون الصوت جاهز وما بعود فيهم طالوا النوتات، هاي الكرسي. وهيك صار مع ست صباح. تعال أحب عمري وعشق الحاجات. وأكيد ما نقدرش نتجاهل عدم التزام بعض النجوم بتدريب صوتهم بشكل مستمر أو غناهم بطريقة غير احترافية في بعض الأحيان. تكنيك فوكال، الشغل الصوت منه مظبوط، هيدا أنا مش هنيك بلوم كل الفنانين تقريباً، لأنه بس يفتحوا تمه بتعرف إنه إذا عم يجيب صوته لقدام أو شوي لورا، لأنه التعب بخلي الصوت يرجع لورا، بيرجع لورا العزعين بصور بده يعمل جهد تيطال النوتة، خاصة النوتات العالية، بصوره بيشدوا بيجرحوا صوتهم وبيختفي صوتهم. وبالإضافة للأسباب دي، ماري كشفت سبب تاني مهم ممكن يأثر على الصوت. في إشياء كتير كمان للصوت ما بتسوى، الصريخ هيدي كمان تجي من بعد قلة النوم. الصريخ لأنه الواحد ما بيصرخ بالبوزيسيون هو عم بيغني، بيصرخ من زعيمه بينجرح. بعدين في إشياء كتير، المخدرات كتير ما بتسوى أبدا، يمكن بتعطي قوة على المسرح وقت معين لأنه بيكونوا قلة النوم موجودة وكل شيء، بس بالآخر ما بتسوى أبدا. I love you. Thank you so much.